بسم الله الرحمن الرحيم. 4 مواقع يعتبرين كنز لأي طالب، خلينا نشوف كيف راح نقدر نتعامل وياهم. الموقع الأول هو موقع دوكسيتي. هذا الموقع عبارة عن كنز، أكثر من 7,300,000 ملف. كل ملف هو قد يكون هو أسئلة، ملاحظات، ملخصات، شرح تفصيلي لموضوع معين. كل ما عليك أنه تدخل على الموقع اللي هو هذا doxity.com عن طريق الجوجل، راح تطلع لك هذه النافذة. راح يصير عندك هنا الخانة المتعلقة بالبحث، تبحث عن مجال التخصص اللي تريده. يعني مثلا اكتب electrical circuit analysis، تظهر هنا هاي مثلا electrical circuit analysis. زين، راح هسه بعد ما انه يكمل البحث راح يعطيني كل الدوكيومنتس المتعلقه بالموضوع. ظهرت عندي هذه الناتج البحث، يعطيني هنا electrical circuit analysis problem solutions، هذه حل مسائل، مثلا ملخصات chapter معين، كتاب معين. تريد مثلا هنا انه تريد summaries، ملخصات، تريد notes، تريد امتحان، تمارين امتحان، assignment، exercise، exam، تريد هاي سكول، او تبحث انت اصلا عن الموضوع. سوي عملية بحث عن جامعة معينة تريدها، يعني مثلا اريد ابحث عن جامعة بغداد او جامعة البصرة. يعني اريد كل الدوكيومنتس المتعلقة بموضوع اللي انا جاي ابحث عنه، اللي هو مثالنا هنا أنا مثلا الكتريك سيركت اناليسيس، اريد فقط مثلا اللي موجود او المتعلق بجامعة بغداد. فاكتب هنا University of بغداد، راح تطلع لي هنا بالبحث. طلع لي هذه، انقر عليها، راح يعطيني كل ما موجود او متعلق هنا. يقول اوكي، هنا اكو، ما عندنا مشكلة، خلينا نرجع هنا. يعني ما ظهر لي ناتج بحث، الظاهر يعني ماكو، خلينا نقول انه دوكومنتس محملة عنوانها جامعة بغداد، فخلي ارجع اسوي بحث على مثلا جامعة البصرة. بصرة ظهر لي هنا انه اكو دوكومنتس. هذا الدوكومنتس هو من جامعة البصرة، متعلق بموضوع تحليل دوائر كهربائية. اي جامعة ثانية، يعني مثلا اريد انه الجامعات البريطانية UK، مثلا لندن يونيفرسيتي، لندن هذه بزنس سكول، اسوي بحث عليها. زين، ظهر هنا ما ظهر عندي باعتبار انه هي متخصصه اصلا بزنس سكولز. فبالتالي قصدي تحتاج هاي الجامعه تريدها، هذه هنا موجوده. هذه الخانه هي خانه متعلقه بمن؟ بالجامعه اللي تريد من عندها الفايل، او بالجامعه المهتم انه تاخذ من عندها الموضوع. طيب خلي انزل بعد. موقع مهم لازم انه نتعرف عليه. هذه هنا نسوي عمليه بحث، هذه الخانه تعطيك الموضوع مالتك، اي موضوع في بالك، رياضيات، كهرباء، يعني اي تخصص، مجالات، تخصصات انسانيه، تخصصات علميه، لكن المهم انه تكون البحث مالتك باللغه الانجليزيه. زين، طيب اريد لا اسوي عمليه بحث باسم الاستاذ اللي درس الماده، اكتب اسم الاستاذ اللي هنا، اسوي عمليه بحث، راح يعطيني كل الدوكيومنتس او كل الفايلات المتعلقه بهذا الاستاذ واللي نازله على الموقع اونلاين، راح ينزل لي اياها كلها. زين، اذا اريد اسوي عمليه بحث على دوكومنت معينه، اريد مثلا تشات، اريد ملخصات، اريد نوتس مالت متعلقه بموضوع معين، اريد ليكتشرز نوت، او اريد اسوي عمليه بحث فقط على اسئله امتحانيه، او على تمارين، او على اساينمنت، كل الموقع يعطيك اياه. زين، نرجع مثلا هسه اريد انه اسوي عمليه بحث، هسه ما اريد دوكومنتس، ما اريد فايل، لا اريد انه اسئله، فاخذ الخانه اللي هنا ادخل عليها، اقول له سوي لي بحث، اريد الاسئله المتعلقه بدوائر كهربائيه. سيركت اناليسيس، انطيني كل الاسئله المتعلقه
بموضوع الكهرباء، دوائر كهرباء. طبعا لازم تحدد لي الموضوع بالضبط، مثلا اذا اريد اكتب مثلا كيرشهوف، لا كيرش كيرشهوف كارنت، لا نورزرت، تعدل لازم الاسم هذا هنا. اوكي نورزرت، زين خلي اخذ مثلا نود نودل، ناخذ نكتب موضوع مثلا communication system. communication engineering هذه تالي. اذا هنا ظهر عندي كل، يعطيني مجموعة نماذج اسئلة متعلقة ب الكهرباء اتصالات، احدد الموضوع اللي اريده، ارجع مثلا هذا هنا تحدد طبيعة الاسئلة، تريدها اسئلة بكل الأسئلة سواء كان وجود الأنسر أو عدم وجوده، فقط السؤال هنا يحدد لك كل الأسئلة، الأسئلة فقط الأنسرز، أو إذا كان أسئلة with a single or multiple answers أو with the base answer، هنا تختار أنت، قل له كل الأفضل، اختار كلها على مود أنه يعطيك كل النماذج اللي راح تظهر عندك وتختار من عندها طبيعة الأسئلة اللي أنت تريدها. خلي ارجع اسوي عملية بحث على مثلا دوائر كهربائية، يعطيني كل دوائر كهربائية. هنا راح يعطيني الماثماتكس، خلي اخذ هاي سكول، ظهرت لي هنا مجموعة خيار، طبعا تتحكم انت ب طبيعة الموضوع، تختاره من هنا تحدده بالشكل صح، راح تطلع لك نماذج اسئلة. هذه الخانة اللي بعدها راح تعطيني هنا اذا اسوي عملية بحث على استاذ، هنا طبعا هذه على بروف دوت، تكتب اسم الاستاذ، شوف هنا مثلا طاني يونيفرسيتي اوف بصرة، بروف علي محمود، بروف جوهانسن مورسن، هنا يعطيني اياه انه لان حسب اسم الجامعه، تكتب الاسم ولازم يكون الاسم هو الاسم الصحيح مالت الاستاذ مالته، يعني نفس ما مكتوب بالاسم الانجليزي على ضوء الاسئله مالته، على ضوء مثلا الموقع تستخرجه، وراح تطلع مثلا هاي الدوكيومنتس اللي موجوده لبروف علي. خلينا نشوف شنو طبيعه الاسئله الموجوده مالته وطبيعه الملفات. الكتريك سيركت اوف الكتريكال انجينيرنج، هذا الدوكومنت زين، افتحها راح اشوف هذه واسوي لها داونلود من هذا المكان. اوكي اذا صار هنا عندي هذا الموقع الاول دوكستي، حقيقة موقع مهم جدا، انا دائما يعني ادخل على هذا الموقع احصل من عنده نماذج اسئلة، راح يعطيني الكثير من الخيارات، هذه نقطة نعطيها للطلاب خلي يعرفون من وين نجيب الأسئلة. ندخل على مواقع، يعني بالنسبة لي أدخل على هذا الموقع أصفح كثير من نماذج الأسئلة اللي موجودة في كثير من الجامعات، أطلع على نماذج الأسئلة، هذه واحدة من الأمور، من الفايلات إذا أحتاج مثلا أنه فد ملف في تخصص معين في موضوع معين، أدخل على هذا الموقع وأحصل من عنده على الفايل والملف اللي أنا أريده. فبالتالي خلي في بالك هذا الملف، هذا الدوكسيتي واحد من أهم المواقع، يغنيك في كثير من الحالات سواء كان أسئلة ملخصات ملاحظات مراجعة معينة راح تحتاج هذا الموقع. هسه هذا الموقع الأول. الموقع الثاني المهم اللي لازم الطالب إنه يعرفه هو الموقع اللي اسمه Wolfram Alpha. هذا الموقع رهيب جدا جدا جدا. هذا الموقع طبعا بعد ما تدخل على الموقع مالته على جوجل اللي هو هذا،
wolframalpha.com، تطلع لك هذه الصفحة. هذه الصفحة طبيعة هذا الموقع انه اي مسألة عندك يحل لك اياها ضمن التخصص اللي تريده. يعني مثلا هو من اسمه ستيب باي ستيب سوليوشنز، تدخل على التخصص اللي انت تريده سواء كان فيزياء، هذه مثلا انجينيرنج، ادخل على هذه الصفحة. شنو طبيعة مثلا انه المسألة اللي موجودة عندك، تنزلها. زين، هذه هنا عندك الايروسبيس انجينيرنج، هذه الانرجي داتا، فتنزل مور اكزامبلز يعطيك اياها. تدخل هنا جيت انفورميشن اباوت ذا تايب اوف ايركرافت، زين ماتيريال فيزيكس ستراكشرز تختاره. تجي مثلا لا انا عندي الموضوع هو ميكانيكال انجينيرنج كنترول الكتريكال، يعني فرضا هنا انه ضمن هذه الخانه خلينا نشتغل على الكهرباء اكثر باعتبار هذا مجال تخصصي. فادخل على الموقع، احتاج انه مثلا هنا كومبيوت كاركستيك اوف ان اي سي سيجنال، شنو ادخل البيانات مالت المساله مالتي وانتظر مثلا انه النتيجه. فبالتالي كل ما يتعلق بالموضوع اي مساله عندي موجوده، هذه مثلا قانون اوم، مثلا تحليل دائره كهربائيه، هذه هنا معطيني اياها الموضوع مثلا كيف انه انا راح ابدي بالمساله شكل. اي مساله في بالي اعطي مثلا المقدار، هذه نموذج مصغر لعمليه الحساب يعطيك القاعده كيف انه يبدي بالحساب. تعطي البيانات فولتيه تيار مثلا يحسب لك اياها، تسوي كومبيوت نموذج هذه. فبالتالي انت كل اللي عليك انه تعطي البيانات مالت الحسابات مالتك، راح يعطيك مقدار قيمه القاعده ويعطيك التفاصيل كلها وكيفيه الحسابات. هنا اعطاني مثلا انه قانون اوم، عندي فولتيه تيار، الكتريك ريزيستنس، القاعده مالتك كيف انحسبت حسب القاعدة الفولتية تيار في المقاومة، ويعطيك كل التفاصيل ويحسب لك كل العلاقات وعلى أساسها أنه تبدي أنت في عملية الحساب. فبالتالي هذا موقع رهيب، يعني ضمن أي تخصص رياضيات تدخل على مجال الرياضيات، يعني دوائر كهربائية، دوائر ميكانيكية، تخصص مدني، فيزياء، كل العلوم، كيمياء. هذا الموقع أي مسألة، أي مسألة عندك تريد انه توجد الحل مالتها، تجي تبحث عن التخصص. هاي هنا انا معطيك مثلا رياضيات، انقر عليها، ادي مسألة بالرياضيات مثلا هنا أنا. حل معادلة، يعطيك نموذج انه حل المعادلة اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 6 يساوي صفر مثلا. تدخل انت القاعدة، تدخل المعادلة اللي موجودة عندك، تنقر عليها، تطلب البيانات، راح يعطيك هو طريقة الحساب بالتفصيل، يعطيك طريقة الحساب بالتفصيل، قيم مقدار قيمة الاكس قيمة الواي، ويعطيك الحسابات كلها. زين، كل ما عليك انه تدخل المسألة اللي انت تريد تحسبها، تدخل من هنا لهذه الانبوت وتعطيك كمبيوتر ابدي الحساب مالتك. فبالتالي هذا الموقع يعني المفروض انه كل الطلاب انه تستخدمه، على الاقل يشيك نفسه في المسائل، يعني المسائل تحتاج مثلا انه عملية حل. هذه هنا معطيك كلها، مثلا انزل هنا عندي معادلة تفاضلية differential equation، نفس الكلام اعطيه اعطي البيانات مالتها وراح يبدي انه يحسب لي اياها. عندي مثلا متعلقات بالجيومتري، تكامل، تفاضل، رسم المعادلات، كل ما يتعلق بالرياضيات، ماتيريال، علوم الارض، كل التخصصات اللي في بالك، كيمياء، فيزياء، ديزاين، حسابات مالية، يعني كل التخصصات موجودة ضمن هذا الموقع، موقع رهيب جدا. هذا الموقع الثاني اللي لازم كل طالب انه يعرفه. الموقع الثالث المهم اللي هو موقع اسمه كولبوت، هذا موقع مهم جدا ومفيد لكل الطلبة اللي يحتاج انه يكتب بحث، خاصة ما يتعلق ببحوث التخرج، طلبة الدراسات العليا اللي هم مثلا في مرحلة البحث يحتاج انه يكتب بيبر، ورقة بحثية. هذا الموقع يعطيك تلخيص لكل موضوع انت تحتاجه، تنزل خلينا نقول الماده العلميه اللي موجوده عندك، المقطع، الباراجراف، يعطيك سمرايز عليه، يعطيك تلخيص. او اذا في بالك انه حتى طلبه الدراسات الاوليه اذا كان عنده فن ملخص معين او موضوع معين ويريد ملخص ما يعجبه انه يقرا لفد 10 15 صفحه، يعطيك الخلاصه مالته. بعد هذا الموقع بي يعني اذا تحتاج انه تكتب بي تشيكينج على الجرامر، و طبعا تنزل هنا، تنزل المقطع اللي موجود عندك، تسوي العملية تشيك، راح يعطيك انه هو تشيكينج كامل على الجرامر مالت المقطع او الباراجراف اللي موجود عندك. بعد نقطة مهمة لطلبة الدراسات العليا، طلبة البحث اللي هم
طلبة خلينا نقول انه يحتاجون يسوون عملية كتابة لبيبر لمشروع بحث تخرج. هنا عندنا البلاغريزم تشيكر، يسوي عملية تشيكينج على مقدار قيمة الاقتباس او الاستلال، يعطيني النسبة مالتها، ننزل المقطع اللي انا موجود عندي او الورقة البحثية او الورقة اللي انا كاتبها، واسوي عملية تشيكينج على نسبة الاقتباس، يعطيك اياها مباشرة. فهذا الموقع مهم جدا انه لازم الطالب يطلع عليه يعرفه. طبعا بيه ميزات بعد اكثر لكنها تكون غير مجانية، لكن هذه الميزات كلها ميزات مجانية. الموقع الثالث واللي هو يعتبر الافخم والافضل والاهم بالنسبة للطلاب هو موقع الكويزلت. هذا الموقع هو عبارة عن موقع تختبر به نفسك، بنفس الوقت تبحث عن اي موضوع تريده انت تلقى الحلول مالته. يعني مثلا هسه هذه تدخل على هذا، طبعا نموذج راح اخذ الالكتريكال سيركت اناليسيس، هذا الكتاب اللي واحد من المصادر اللي اعتمد عليهم بتدريس المادة. فمثلا هنا مطيني هذه وين تشابتر 2، هذا الاكسرسايز الاول، التمرين الاول رقم 1 بالتشابتر الثاني الصفحة 34 في الكتاب. هذا يعطيك كل الحلول مالت اللي موجودة هنا. مثلا هو طبعا من تمرينين الى 40 تمرين هذا موجود به ضمنه. فمثلا اذا انقر على هذه المفروض يعطيني يسأل المشكلة. المشكلة انه بهذا الموقع يطلب من عندك اشتراك شهري، يعطيك 7 ايام مجانية تقدر تستفاد بعدها خلال اسبوع كامل. تحتاج مثلا انه فد بحث معين على تمرين معين، مسألة معينة عندك في كتاب في مصدر معين ما تقدر تحصله، تقدر تدخل على هذا الموقع وسوي عملية بحث. هنا أنا عندي مثلا السوليوشن، اختار هذه، ومن عندها راح اختار التخصص اللي اريده. شنو مثلا اريد؟ رياضيات، اريد هندسة، لينير الجبرا، فيزيكس، بيولوجي، لغات، وبزنس. خلي اختار مثلا انه الانجينيرينج، اجي احدد التخصص اللي اريده انا، هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية، اختار التخصص. يعني مثلا هنا أنا مطيني هذا الكتاب اللي هو تشارلز الكسندر، هذا الكتاب اللي لقيته انا واحد من عنده، مطيني 2107 مسألة محلولة. اقدر ادخل على الكتاب اريد الحلول مالته هذا الكتاب، او اسوي عملية سيرش على الكتاب اللي اريده او المصدر اللي اريده. اجي اللي هنا أنا احدد الشابتر، يعني مثلا اريد الشابتر رقم 3 اللي هو نظريات التحليل الدوائر الكهربائية. هنا مطيني انه 83 صفحة، الريفيو الاسئلة اللي هي عبارة عن ريفيو محلولة والمسائل، وهنا أنا عندك تمارين. فاريد مثلا انه الاكسرسايز السابع، طبعا يعطيك الرقم مال كل التمرين ويعطيك الصفحة اللي موجودة هنا، حدد اللي هو التشابتر والرقم والصفحة. مثل ما قلت لك انه هذا يعطيك 7 ايام، هنا أنا جاي اقول لك انه فري 7 ايام، وبعدها انه تقدر انت تتصفح بيه، بعدها لازم تعطي اشتراك. هذه تعتبر انه المواقع الاربعة مهمة جدا لاي طالب لازم يعرفهم ويستفاد من عندهم.